وصلنا لثاني فقراتنا لليوم. رح نحكي عن فن الأوريغامي. هو تقليد ياباني كتير معروف، فهو طي الورق وصنع أشكال عديدة منهم. من خلال يمكن ضيفتنا رشا عندها أكثر من موهبة رح نتعرف عليها اليوم. اليوم متعددة المواهب ضيفتنا اللي اسمها لقاء محيثاوي. طبعا لقاء اليوم رح تعرفنا على فن جدا جميل، يمكن غريب ما كتير طارحينه بصباحنا. صحيح. غير لليوم رح نتعرف على المواد المستخدمة، مراحل الصنع، وكيفية التسويق، وشو أهم الأدوات المستخدمة. خلينا نقول أنه اليوم ضيفتنا بتشتغل مجالات كثيرة، أيضا الكتابة، أيضا الرسم، بكافة المجالات. رح نروح ننتقل فورا لعند لقاء لنصبح عليها ضمن هذا اللقاء الظريف. صباح الخير يا لقاء. يسعد لي صباحك. كيفك؟ تمام شكرا. يعني كتابة، شعر، وراء اللي بدك يا اليوم. أهلا وسهلا فيك لقاء، نورتينا لليوم. خلينا هيك بداية، كنا عم نذكر أنه هيدا الفن يمكن كثير من الأشخاص ما بتعرف تفاصيله. خلينا نوضح هيك بداية للمشاهدين، نحن شو بنقصد بفن الأوريغامي وشو هي الأدوات المطلوبة لحتى يكون في هذا الفن؟ أول شيء يسعد لي صباحكم. أهلا وسهلا. صباح جميع المشاهدين عم يحضرونا. هلق بداية، فن الأوريغامي هو عبارة عن فن ياباني الأصل. هذا الفن هو عبارة عن فن طي الورق. نحن بنجيب الورق بنطويه بطريقة معينة، تمام، تطلع معنا أشكال مثل ما نحن بدنا، مثل ما نحن مخططين، أو هذا الشكل يعني بدنا إياه. نعم. منصمم الأشكال تطلع معنا مثل ما نحن بدنا إياها بالضبط. فن طي ورق سهل، له ترتيبات خاصة فيه، يعني له شوية قواعد ولكن جدا سهل، بده طولة بال. رح نحكي عن هذا الموضوع بشكل. طيب خلينا لقاء فصل. نحن عم دردش أنا وياكي، نحكي عن أنواع الورق. هل نحن قادرين نستخدم اليوم كل أنواع الورق؟ اليوم هيك جابي معك عدة، خلينا نشتغل هيك شوي، نطبق على الهواء، نفرجي اليوم المشاهدين كيف نحن قادرين نصنع أي مجسم مثل هذا. يعني هذا بس رح هلق بداية، أول شيء نحن عنا الأدوات الأساسية بالشغل. هلق عنا الورق العادي، هو ورق الـ A4. تمام، خربتي الشكل. ورق الـ A4، في عنا المقص، في عنا الجلو. لازم نحن نكون مشتغلين أكثر شيء بهالجلو. هو عبارة عن مواد نحن ملزق فيها، لازم يكون ملزق بطريقة أمكن من هيك لحتى يظل ماكن، مشان كيف ما مسكناه يعطي شكل يعني. فينا نستخدم السيليكون، تمام، فينا نستخدم الالتيكو هذا العادي. إضافة لهذا الشيء، نحن هلق ما نركز على أنواع الورق. هلق أنواع الورق الأساسية، هو ورق الـ A4 حصرا. لا، مش لازم يكون كثير سميك ولا لازم يكون كثير رقيق، تمام، لحتى نقدر نصنع فيه الشكل اللي نحن بدنا اياه. طب خلينا نشتغل شيء لقاء. تمام. هلق قصة، انا عندي هون قاصه الورقه. هلق هي ورقه الـ A4، انا بيطلع عندي 16 قطعه منها، تمام. انا قاصه بالبيت مجهزه ورقه، مجهزه هون. بس انا عندي بتويه هيك للنص، برجع بتويه هيك. يعني احنا على ورقه واحده بنشتغل كل شيء، ما ممكن نحن نقص منها او نغير، لا، على ورقه واحده ممكن. هلا بس نحن رح نحكي عن الحجوم. في عندنا حجوم معين نشتغل فيها، بس هو طريقه الصنع الورقه او القطعه هيك تشتغل هيك. تمام. كنا ساعدناكي بس ما يعني حاول القص شوي. تعلمكم بهذا الشكل، يعني هو على الكثر الممارسه والشغل السريع بتزبط معنا. هلا هاي القطعه عندنا هي اكبر حجم. هي اكبر شيء. في عنا الحجوم الثاني، هي 1x32 احنا بنسميها. في عنا الاصغر، جايبي انا اصغر هيك بتكون. وقد ايه بدها صبر وقديش بدها طولة يعني بال منك؟ ايه بدها كثير شغل. هيك بتصير بشكل عام. هي نحن هيك يعني هاي القطعة هيك بنشتغل. هلا بالنسبة للتركيب، هون شيء ثاني. التركيب مثلا انا عندي هاي قطعة بمسكها، طبعا بغض النظر عن الالوان وهيك كيف ما كانت، هذول ورقتين بلصقهم هيك بعض. هون انا لازم احط جلو بينهم بس شوي للزقهم. تمام. بهاي التقنية اجي عندي بهاي القطعة الثالثة، انا بدي اثبتهم. طيب شو الشكل اللي نحن هلا عم نساوي مشان نوضح للمشاهدين اكثر؟ هاي البداية. كل شكل بدك تشتغلي فيه بده يكون عندك اول شيء هاي البداية. نفس البداية للكل؟ للكل. لانه انت اي شكل بدك تصنعي بدك تبلشي فيه بشكل دائري. عرفتي كيف؟ اول شيء هيك بنبلش، نرجع نرصف رصف عادي. تمام. بنصير نشكل هيك مثلا ليبلش. انا مثلا قوم انا ببلش بكاسي، ببلش فيها بشكل صغير، ببلش نتوسع شوي شوي. مثلا بدي اتوسع، انا بحط بين كل ورقتين ورق اذا بدي اتوسع.
اذا بدي ضيق لا بصير بدي اشمل كل ثنتين بوحدي. تمام. هون حتختلف الطرق وبيختلف هذا حسب الشخص اللي بده يتعلم بيكون في له قابليه لهذا الموضوع. هيك مش عارف اقدر اشرح الموضوع بشكل مفصل أكيد. يعني بس انه هيك بنبلش فيها نحن وبنبلش نشكل. تبلشي تشكلي الشكل اليوم قد ايه لك عم تشتغلي لقاء بهذا المجال؟ صار لي حوالي 3 سنوات وأكثر بس بشكل متواصل. يعني مكلف اليوم هذا المشروع؟ هلا أقل مكلف صراحة هو الجلو لأن إحنا عم نستخدمه لأنه شوفت عينك لازم يكون مطلي طلي لحتى يظل متماسك. عرفتي كيف؟ لأنه هو بالنهاية ورق يعني فن ورقي فالمكلف هو الجلو أكثر شيء. أكثر شيء الورق. الورق مكلف لازم نحن نكون متعاقدين. هلا انا متعاقدة مع مكتبي بجيب اوراقي اغراضي كلياتها من هنيك يعني بس انه بيضل في فروقات يعني بتختلف خصوصا الاشكال هاي بدها ورق كثير وكلياته. طيب خبرينا اكثر شو هي الصفات او المهارات يلي اليوم المفروض الشخص يتحلى فيها كرمال يبدع بصناعه هيدا الفن؟ انت اليوم متعدده المجالات بتصميم الازياء بالغناء بفن الدوبلاج اليوم هي المجالات او المهارات العديده الموجوده عندك كيف ساعدتك اليوم انك تبدعي بفن جديد؟ هلا اول شيء الانسان بده يكون قابل للتجديد دائما يعني طبعا. تكون عنده هذه الروح انه انا قادره اني استقبل فنون قدر الامكان. انا فيني هاي الطبيعه خصوصا اني انا بحب الاشياء الغامضه بحب كثير انخرط فيها فهو هذا الشيء اللي ساعدني اكثر شيء. بالنسبه للاوريجامي الصفات اللي احنا لازم نكون متحلين فيها الصبر طولة البال. قد ايه بدها طولة بال؟ طولة بال كثير يعني انا ما فيني يعني مثل الدبدوب مثلا هذا هذا بده فوق ال 2500 قطعه. إيه؟ كم بياخذ معك يعني هي بالقطع ولكن بالوقت ممكن ياخذ ايام؟ هلا قايل لك هلا قطعه الاوريجامي شفتي صنعتها قدامكم لانه كنت عم بعلم تعليم اخذت معي حوالي 15 ثانيه. القطعه الوحيده انا اذا بدي اكون عم بشتغل هيك وكله ورا بعضه ما بتاخذ 3 ثواني. 3 ثواني عرفتي كيف؟ انت تخيلي 3 ثواني بتزتي ورق وانا كلي عندي مخزون كمان بكون قبل بفتره مشتغله وتبلشي عاد الطبق. اول ورقه عملتيها قد ايه اخذت وقت؟ اول ورقه اخذت معي شيء ربع ساعه يمكن اني عيد فيها ودمنون طلع هنا. طيب لقاء يعني خبرينا اليوم هذا الفن بتلاقيه هو فعلا هو مرغوب من الوسط المحيط فيكي عم بيكون في اقبال او طلب عليه خبرينا اكثر. ايه فعلا هلا بغض النظر عن القطعه اللي هلا خربت بس القطعه اللي عم نشتغلها القطعه اللي عم بتنعرض صرت مشاركه باكثر من معرض عم بيكون في لها كثير صدى واسع. الحمد لله يعني هذا الفن بتحسي انه هو عباره عن فن ورق عرفتي كيف؟ بنفس الوقت انه هو مش كثير مكلف فهو عباره عن تحف فنيه الناس بتقول انه كيف مثلا اشتغلي هذا الفن عرفتي كيف؟ فعم بيكون في استغراب في استحسان من العامية. الحمد لله يعني لقيت فيه كثير خصوصا انه هذا الفن غريب فانه كله مثلا بس تقولي اوريجامي بفكروا انه هو فن الكروشيه وهي القصص لا حتى نصير نشرح انه لا هو عباره عن فن طي ورق بينشغل بطريقه معينه فكان في له كثير مجالات يعني وكان في له كثير هيك صدى مثل ما نحن بنقول. كرمال هيك انت رحتي بهذا المجال يعني حسيتي اليوم مجال غريب ما انه كثير مطروح بالضبط. يعني انا اول ما شفت القطعه ما توقعت تكون ورق نزعت لك اياها انا اسفه يعني بس ما بتصلحها على بتتصلحي اهم شيء انها بتتصلح يعني بتصلح فورا. فاليوم لقاء يعني هذا الشيء اللي شدك لهذا المجال انه اليوم حبيتي مثلا يكون عندك بصمه خاصه بشيء غريب ضمن سوق الاعمال اليدويه؟ بالضبط لانه هذا الفن مش متواجد عندنا بسوريا بشكل منتشر. هلا نحن مثلا نسمع بفن الاوريجامي صاروا هلا ينزلوه على يعني الصف الاول روضه هيك صار ينزل هذا الفن بس صارت تنزل بطريقه مثلا انه هذه الورقه انا بطويها بطريقه معينه عرفتي كيف بتطلع معي البطه مش صنع مثلثات وانك انت تشكليها. صنع المثلثات هو اصعب انك انت عم تجيبي مثلث عم بتحاولي تنسخي هذا الموضوع فراغيا بدماغك وتطبقي على ارض الواقع عرفتي كيف؟ فهذا الفن بتحسي هيك في له انطباع خاص فهذا اللي خلاني انه هيك كثير انخرط بهذا المجال لانه صعب ومعقد بحب انا هاي الامور يعني هيك بشكل خاص. طيب خلينا نحكي عن طريقه التسويق اليوم اي مشروع او اي موهبه عنده اياها الشخص هو بحاجه للتسويق للعمل ممكن انت بتتابعي اليوم على اليوتيوب او ممكن بتتابعي شو تاخدي افكار جديده بشغلك او شاركتي بمعارض وبازارات خلال شغلك وضحينا اكثر كيف عم يتم اليوم التسويق لهذا الشغل؟ هلا اول شيء اني لما بلشت انشر هذا الفن صراحه صرت نزل على صفحتي على الفيس كونه هو يعني بدايه بتحسي البدايه هيك بدها تكون اول شيء تلاقي استهجان واستحسان من الكل يعني
الحمد لله كان انه في كثير طلبات وعم تنشغل كانت الحمد لله بطريقه كثير حلوه وبتكون ماكنه يعني. صار في كثير طلبات على هذا الموضوع وبالاخص انه مثلا اصفات حلو نحط فيها نقل على الاعياد هيك كثير صار في طلبات لانها بتكون ماكنه يعني وحسب الالوان. هلا مثلا نحن فينا نشتري تحفه مثلا شو ما كانت بس بتحسي الالوان فيها مش مثل ما نحن بدنا كذا هيك. بالنسبه للورق لا، انت فيكي تصنعي اللي انت بدك اياه، اللون اللي انت بدك اياه، حتى الورقه ذاتها فينا نطبع عليها زخارف اللي بدنا اياها ونشكلها. حلو تمام. هلا بالنسبه للمعارض اللي شاركت فيها، انا شاركت باكثر من معرض لصالح منتدى اليمام الادبي. كان عباره عن طاووس كبير، كمان لاقى كمان كثير استحسان من الكل يعني وهيك. وكان هذا الفن غريب ما بين اللوحات المعروضه كلياتها، وشاركت انا بلوحه مانديلا، شاركت بلوحه تخطيط عربي، بس هذا الفن حصرا كان انه فن غريب انه شو ها كيف عملتي هاي الفكرة. وهلق حاليا بعد 7 أيام تقريبا كمان عندي معرض إن شاء الله موسع رح يكون حصرا للأعمال اليدوية. شو بدك تستعرضي بالمعرض؟ مجهزي شيء يعني مشتغلي شيء؟ إيه بلشت. هلق في عدة أفكار، في عبارة عن صفات هيك بنحط فيها أشكال، عملت هيك صفات بدي أحط فيه مثل عم أبدأ البيضات الملونة هون يعني هيك. في أكثر من خطة ببالي ولسه بكير على المعرض. طيب لقاء هاي القطعة يعني كرمال أنا أقدر أخذها وأحتفظ فيها بالبيت، مفروض كمان أعتني فيها فيما بعد يعني. أكيد. نحن عم نحكي عن ورق هش يعني ممكن نتساقط بأي من أي عامل. تمام. يعني اليوم شو بنعمل لحتى انا نزعتها يعني لهيك ما بقى استرجي امسكها بايدي؟ لا سهله، اعطيني اياها شوي خليني اعطيها. اليوم شو بنعمل لحتى نحافظ عليها يعني؟ هلق فعليا احنا ما بنعمل شيء يعني. هاي القطعه لازم تكون، هلق هاي القطعه لو مطرح ما انت مسكتيها محطوط عليها جلو بشكل مسلم ما معناتها المشكله مو من عندي، هي ما انا حاطط لها لاصق بشكل جيد يعني. امبارح صدقا ما كان في وقت زياده وهيك كان انه بحاول صلح ما تخرب بوكيمون قلت حسين اوكي. طيب لقاء خبرينا انت امتى بلشتي بهذا المشروع؟ قد ايه لك فيه؟ تقريبا 4 سنوات. 4 سنوات. طيب من 4 سنوات لهلا خبرينا شو الشيء الجديد يلي طرحتيه بمشروعك؟ شو الافكار الجديده يلي حبيتي انك تطوري منها اليوم ضمن هيدا الفن؟ هلق بدايه اي فن بدك تدخلي فيه بده يكون في اول شيء صعوبات، خصوصا الفن اللي مثلها. طيب تمام. فاول شيء انا لما بلشت بهذا الفن كان اني انا بس مثلا بدي ينطلب مني طلب، لانه بدي اشتغل هذا الدبدوب. تمام. انا بدي كنت ارسمه على الورق، طبقه ورقيا واشتغله بعدين فراغيا. هلق هذا الامر اسا اختلف، انه انا بطلت ارسمه على الورق وانقله يعني من الورق، هلق صرت اطبعه دماغيا واشتغله انا مغمضاني. حلو برافو. اليوم قديش ساهم هدول القصص اللي انت شعر كتابي ابداع بهي القصه؟ ما انت اليوم عم تبدعي كمان يعني هذا المجال، يعني بتحسين كملوا بعض او اعطوك شيء؟ اكيد كل الفنون بتحسيها كلياتها مكمله لبعض البعض يعني. ما في فن هيك منحاز عن الاخر، بس فن الاوريجامي حصرا هو تابع لفن الرسم مش اكثر. عرفتي كيف؟ عم تعلمي يعني لقاء؟ عم تعلمي اطفال؟ عم تعلمي كبار؟ ايه فن الاوريجامي هذا حاولت انشره باكثر من فريق على مستوى كافه المحافظات والوطن العربي لحتى نجسد بصمه يعني بهذا الفن وينطرح على مساحات واسعه. صحيح، لانه بنسمع كثير انه هذا الفن هو اليوم بيساهم بتدريب العقل البشري، فيمكن كثير مهم انه نحن اليوم في حال كان عندنا امكانيات انه نحن ندرب اطفالنا على هذا الفن. خبرينا كمان شو في لسه في انواع معينه لهذا الفن؟ في انواع للاوراق، في للالوان، خبرينا لسه تفاصيل كرمال نعرف اكثر عنه. تمام. هلا بشكل عام نحن مثل ما حكينا بالنسبه للورق اكثر شيء هو اللي بيلعب دور. مثلا انا لما كنت عم درب اكثر من طالب يجي يقول لي انه مثلا كوتش انه الورقه عنا عم تنخزق، ما عم يتشكل عنا هذا القطر الدائري. مثلا انتم شايفين هذول ايدين وهيك، هذا القطر الدائري نحن ما نلف ولف. مثلا كثير لاحظنا انه يا الله عم تنخزق معنا مع هلق. هون نوعيه الورق هي اللي بتفرق. نوعيه الورق حصرا لازم تكون A4، الكرتون بيقطع قطع ورقيق كثير كمان بيخزق يعني ما بيفيدنا. فنحن اهم شيء نتقن اختيار الاوراق هي لانه هي القاعده الاساسيه. الجلو هو الاساس عندنا حصرا هاي النوعيه. هلق هاي نحن بنطلع فيها طالب لا بتعطي لون ولا بتاثر يعني انا شفافي. قد ما كثرت شفافه وما بتاثر وهي كثير فعاله.
هاي اكثر شيء يعني فيني قلق. والالوان اكثر شيء لازم تكون متقنه، لازم الشخص اللي عم يشتغل بده يكون في عنده ذوق حساس باختيار الالوان. في الوان ما بتتمازج مع بعضها البعض، تمام، فهون بصير في مشكله يعني. لا، لما بيكون اختيار الالوان مناسب فكله بيكون بالشكل الامثل وبتكون الامور كلها يعني حتى للشخص اللي عم يشتغل سهل. طب لقاء، نحن اليوم عم نحكي فن وابداع، هواي ومشروع صغير، يعني هل اليوم نحن فينا نعتمد عليه او نعتبره ممكن يكون باب رزق لشخص حب انه يطور هذا المشروع؟ ايه طبعا. هلا انا بالنسبه لي مثلا هذا الفن استخدمته كتدريب، تمام، هون في عنا ناحية التدريب. هلق النقطة الثانية مثلا فينا نحن نستخدمه كبيع قطع، القطعة الوحيدة. هلق أنا بحسب قدي مثلا بدي أوراق، أنا هيك بالبيت قدي استخدمت مثلا بهذا بدوبكم ورقة، بحسب قدي الرأس مالي اللي لي قدي الربح كذا، هيك بشيل منه وبحط أنا أجار تعبي. وهلق بشكل عام القطع والتحف هاي يعني ما إلى أسعار كتير غالية ومرتفعة، لهيك هي مرغوبة من قبل العالم. يعني ذكرنا خلال حديثنا معك أنه أنت اليوم عندك مواهب عديدة ومجالات عديدة، إن كانت بتصميم الأزياء أو الدوبلاج أو الغناء أو الشعر أو الإلقاء. طب اليوم أنت اليوم كيف عم تقدري تنسقي بين كل هاي المواهب؟ خبرينا تفاصيل أكثر عنك، عن حياتك وعن مسيرتك اليوم العملية. هلا قدرة إلهية. الفكرة أنه دائما لما بيكون في عندك حب للاشياء اللي عم تشتغلي فيها بتفرغي من اي وقت كان عندك. هلا انا كنت عم بدرس تمريض، تمام، انا ضمن 3 سنوات اللي عم بشتغل فيها تمريض عملت كل هاي الاشياء، تمام، ما في شيء اثر على دراستي ولا شيء اثر على المواهب اللي انا عم بشتغل فيها. انا حدا جدا منظم وقته، كنت مثلا باليوم حط انه هالوقت قصة للاوريجامي، هذا الوقت للدراسي، هذا منظم وقته بشكل تنظيم يعني ممتاز، والحمد لله كان في صدد بهذا الموضوع. نحن عم نتمنى لك هذا المشروع بالتطوير، لقاء ونشوفك هيك ضمن معارض مهمه، ونشوفك وبترجعينا بلقاءات ثانيه باشكال ثانيه، بس هيك رح اتأنى بمسكته كمان ما انسى عليك. شكرا لحضورك، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. شكرا لك لقاء ولحضورك الحلو معنا لليوم، واكيد بنتمنى لك كل التوفيق والنجاح بحياتك. اهلا وسهلا. تسلمي.